محمد. صحيح ان حتى القصيده هذه لها سالفه، لكن اختصارا الوقت. لا لا عطنا السالفه، الوقت معك تفضل. السالفه اني قابلت رجل كان وضعه زين، شاب كان يعني حقيقه واجهه للشباب، متفوق في الدراسه وخادم والديه، دارت به الايام ورحب به جلسه السو حتى عينته في موقف انه فيوم ناقشته وجلست معه اشتكى من قضيه الضنك وعدم فزعه الناس له، مع انه هو المفروض يفزع عن نفسه، هو اللي يفزع عن نفسه قبل يفزعون له الناس. هو اللي خلى الطريق فسويت الابيات هذه اقول يلي شكيت الضنك هذه رساله. رساله تحمي من الهم والضنك. يا سلام. اسجن هوى نفسك وضيق مجاله قدام في بعض المواضيع يسجنك. الله المستعان. وابعد عن اصحاب البدع والضلال. وزبن على اللي لازم انتهي زبنك. سبحان الله. واحذر من اصحاب الردى والرذاله اللي مرافقهم يخلخل توازن. الله الله. تلقى العوض فيهم رجال الشكال. اللي تحصلهم بضيقك على يمنك أهل الوفاء والمرجلة والجزالة لحتيتهم من بين وقفاتهم كنك شيخ على المركى وصفة وعياله كل يقول أمر وحنا نعاونك ومثل المجم اللي قراه انزلاله ومثل السلاح اللي يرد الأعداء عنك ولا الردي لو كان زي المقالة في حاجته وده يبيعك ويرهنك الله الله. مثل الصنم لو مت وانت إقباله لا باكي لأجلك ولا هو بدافنك كم واحد جثة ومقاضة بحباله يا الغالي يسوى قلف الأسماء تثمنك والعز في طاعة عظيم الجلالة اللي خلقك من العدم ثم كونك سبحان. الحق على عمر سريع زواله طول الأمل ما ينفعك لو يطمنك لو يفتدي الإنسان بالموت ماله كل ملا الموت وفدايته بنك. الله الله صح لسانك والله ابو فهد بيض الله وجهك اسال الله ان ينفعنا وينفعكم بما نقول. الله اخوي ابو فهد سم استاذ جلعود سم.